باش نرجعوا لبارتي اتش تي ام ال باش نعملوا ان سيت ويب كومبوزي دو باج، باج داكوي وباج دو كونتاكت. باش ندخلوا سو بي سي سي دو بوان 2023-2024 دوزيام تي اي. باش ندخلوا جروب 2، في جروب 2 باش نعملوا ان دوسي نسميوه اتش تي ام ال اكتيفيتي 2. علاش عملنا ان دوسي؟ خاطر ان سيت ويب كيما قلنا سي ان انسومبل دو باج، وان انسومبل دو باج باش نحطوهم باش نلموهم الكل في دوسي واحد. دونك عملنا اتش تي ام ال 2 ندخلوا له باش نحلوه بالفي اس كود. الفي اس كود انا مكبر هذاك على جد كبير هكايا، نقول له تراست، يس اي تراست، عندي ثقة فيه خاطر أنا اللي عام به. سينو كي تحل فيس كود تجيني بالطريقة هذه، فيه اكسبلوري باش يشوف لي الفيشي اللي فيه. هنا أنا عندي فارغ، دونك لهنا فارغ، نجم نعمل أن فيشي من الشيرة هذه وإلا فيشي من الشيرة هذه كيف كيف. باش نوريكم كيفاش نعملوا أن فيشي بالدوكيومون تكست كيما المرة اللي فاتت، نعمل بوتون دغوا نوفو دوكيومون تكست باش نسميه أكوي .html. نعمل هكايا، قال لي تحب تبدل الاكستنسيون، قول له وي، تخرج لي لاكوي من الشيره هذه. هذه الطريقه الاولى، باش نفسخوا باش نعاودوا بالطريقه الثانيه. باش نجي لهنا كي نحط سوري، نحط نيو فايل، نيو فايل تو سامبلومون نكتب اكوي. قبيله فما شكون في الجروب الاخر ما كتبش البوان اتش تي ام ال، نوريكم كيفاش خرجت. يخرج لك فيشي ما عنده حتى اكستنسيون، كي يبدا ما عنده حتى اكستنسيون ما يتحل بحتى بروجرام. دونك حتى كيما قلت لكم باش تكتبوا اتش تي ام ال تخرج لكم بروبوزيسيون ما يخرجلكش، او قال لك ما نعطيكش بروبوزيسيون. دونك الحل نزيدوه الاكستنسيون، نعمل رونومي بوان اتش تي ام ال، يولي يرجع يتحل بالكروم. دونك اذا كان نحلوه بالكروم مازلنا ما حطينا فيه حتى شيء باش يقعد فارغ. دونك هذايا الكونتينيو نتاعو. البارتي هذايا كيما نستحقهاش نجم نسكرها، نكليكي اكسبلوري تتسكر، نكليكي اكسبلوري تتحل. دونك نخليها مسكره باش يكون عندي اسباس اكبر. هو الحاجه نعملها اتش تي ام ال يعطيني دي بروبوزيسيون، كي نكتبوا اتش تي ام ال ما نبداوهاش بالانفيريور، خاطر صحيح يعطيني لهنا دي بروبوزيسيون ولكن كي ننزل اونتري ما يعطينيش اللي حاجتي بيه، انا حاجتي بسكوليت كامله. اذا كان خرج نحات لك البروبوزيسيون هذيك ما تفسخوش اي لك وتعاودوا تكتبوها باش يعاودوا يخرج لكم. صحيح سي اون ميثود، اما ميثود مش باهي. تو سامبلومون تعمل كونترول، تنزل على كونترول اسباس، كونترول اسباس يعطيك اقتراحات، تخدم حتى في توني في مع البيتون، تعمل كونترول اسباس يعطيك اقتراحات. دونك نمشيو لل HTML5 كما قلنا احنا نقراو HTML5 مش الكات، وتو نتعرضوا له حكيت لليوم الكات والساك. نمشيو لل HTML5 يعطينا سكيليت تعرفوها باش نحطو السيت نتاعنا باش يبدا فيه مكتوب دوزيام انفو ان. نسجل هاكا النقطة البيضاء اللي غاديكا من فوق في بلاصة الاكس، معناها راني مانيش مسجل. نعمل كونترول اس هاكيا سي بون راني سجلت. نعمل اكتواليزي شوف الريزولتا نتاعي. نحب نعمل ستار تحت دوزيام انفو ان، عندي باليز جديدة اللي هي اش اخ، مش نرجع للستار لا، اش اي غذية تعمل لي ستار اون ليني اوريزونتال به، هذي اش اي مش بي اي. توا كيفاش نرد دوزيام انفو ان سونتخي؟ قبل ما نحطها سونتخي نحب نعملها البوليس نتاعها، نكبرها في البوليس دو تيرسيغ هي تكون لي تيتر تيتر ان. نعملو اش ان، نجي لنا نكتب اش ان ديما في لي بروبوزيسيون ما نبداش بالانفيريور، كي نكتبها ديريكتومون يعطيني بلوس دو بروبوزيسيون. نعمل اش ان ننزل اونتري و جو ديبلاس الفام تاع الباليز بعد التكست اللي نحب نحط له اش ان. نعمل اكتواليزي او كحطه لي بالكبير وبالغام. اش نحب نعمل توا؟ نحب نردها في السونتر. توا هذه حاجه جديده، باش نردها في السونتر لازم نستعمل مثلا في ال HTML كات مش في السانك، نستعمل باليز سنتر. باليز سنتر كي
نعز لونتخي بالتبيعاتين دي بوفان نحصل بها التكست اللي نحب نحبه سونتخي نعمل اكتواليزي جيتني سونتخي دونك شدوا عندكم لهنا الباليز الجديدة اللي هي سنتر اما راهي ماهيش باليز باليد في الHTML5 كيفاش نعرفوها صحيحة ولا غلطة فاليداتور W3C ندخلوا للوحدة الأولانية هذه أنسويت نعاود نكتب لهنا فاليداتور أوكي فاليداتور W3C ننزل أنتخي في الجوجل ندخل الأولانية فاليداتور.W3 كما قلت لكم عندنا 3 اوبسيون باش نمشيو للاخرانية على اساس باش نعملو كوبي كولي للتكست نتاعنا باش نهزو بكلو نعرفوها هذي هكا ولا نعمل كولي نعمل تشيك نشوف عندي شي غلط قال لي عندك زوز غلط ها باش نرجع لهم نقراوهم تو دابور كيفاش احنا كيفاش نعرفو رواحنا اسكو في الاش تي ام ال 4 ولا 5 تو اسكو لانفورماسيون قدامنا والا لا لهنا قدامنا دوك تيب كي تلقاها مكتوبة HTML أكا هو وحدها معناها رانا نحكيو على HTML 5 كان جيت HTML كان جيت تكست واحد آخر طويل لهنا راهو أن أوتخ أون أوتخ فيرسيون تاع HTML أون أوتخ فيرسيون تاع HTML مثلا مثلا باش نكتب أنا باش نكتب لهنا دوك تيب HTML 4 باش نشوف روحي شنو يلزمني نكتب بفوق باش نعرف روحي أنا فما HTML هذايا هاكم تشوفوا الاسم طويل على الاخر امبوسيبل شويه حد يحفظه لازم يعمل له كوبي كولي هذايا دوك تيب نتاع شنو نتاع HTML 5 شوفوا HTML 4 شنو تكتب هذا الكل ما سمعتش شنو الفرق تقول لي علاش فما HTML 5 ونقول لك علاش فما ويندوز 10 من بعد الويندوز 7 اشك فوا قاعدين يزيدوا في بالطبيعة خير واللي من بعده خير واحنا انسي دو سويت اشاك فوا كل ما يخرجوا فيرسيون جديده كل ما يزيدوا فيها دي موديفيكاسيون يزيدوا فيها حاجات جدد وينحيوا لحظه برك وينحيوا حاجات من القديم يوليو ما عادش يخدموا في الجديد سيلونس منهم السنتر هذي اللي هي ما تخدمش صحيت على الغمارك دونك انت قلت لي هاي خدمت هاي خدمت مالك كيفاش يقول لي راهي غلط النافيغاتور حكينا في الموضوع كان صدقني ربي هذا كي تكتب له حاجه غلط النافيغاتور يجتهد وهو عنده ياخذ القرار من بعد اسكو باش يوريها لك بالصحيح والا لا اليوم جوجل كروم سنتر في الاش تي ام ال 4 قرر باش يفيشيها بالصحيح باش يجي نهار باش يقول انا بالسنتر في الاش تي ام ال 5 ما عادش باش نافيشيها جمله يعاود يرجعها لي على اليسار على اليسار معناتها انا نعمل كود صحيح باش ما نخليش مصير الكود بتاعي في يد النافيغاتور هو يقرر كيما يحب هو تو دابور نرجعوا لكل غلطه هذوما عندي دو زيغور اول غلطه قال لي شنو ليليمو سنتر هذايا نوت قال لي ني با بيرمي كوم انفون في ليليمون اش 1 قال لي شبيك تحط في سنتر في وسط الاش 1 قال لي راهي ما يجيش لي اخزر ليش باش نعمل السنتر هي اللي باش نحسر بها الاش 1 باش نقلب مش الاش 1 نقلب نحسر بها سنتر هذه اللي غوغ الاولانية وقت اللي عندكم بليزيور زيغور الريكومونداسيون باش ننصحكم تصلحوا لي غوغ الاولى ومن بعد تعاودوا تعملوا فاليدي مره اخرى ما تقراوش الغلطه الثانيه ساعات لي غلطه الاولى تعمل لك 10 غلطات اخرين كي تصلحها يتنحاو الغلط هذوك دونك انا صلحت حسب الكومبريونسيون هكا شفتوا شفتوا يعطيك ميساج واضح باش نعمل كوبي هزيتو كوبي باش نعاود نعمل له كولي ونعمل تشيك قبيله عندي زوج غلطات توا وليت عندي غلطه واحده لا ماهيش نفس الغلطه غلطه اخرى هذه هنا جينا قال لي ايغور قال
قال لي ايهوغ ساشون كو لهنا فما برشا انواع نتاع غلط، فما الايرور وفما نسيت اسمها. اذا كان مثلا نهبص نوري هيرو، اذا كان نحي لونغ لهنا شفناها المره اللي فاتت وورنينغ، فما وورنينغ فوالا نعمل تشيك اعطيني وورنينغ، معناها هي ماهيش غلطه ولكن يعطيني تحذير يقول لي شبيك نسيت اللونغ. اوكي ابش رجع انا ما لازمش نرجعها، باش نعمل كوبي كولي مره اخرى تشيك. نرجع للايرور نتاعنا، ديما كان حتى في البيتون كي يعطيك ايرور في الكونسول كان تقرا مليح ليرور راك هذيك نص الحل. دونك تشقالي لهنا ليليمون سونتر سنتر اش معناتها هذايا؟ معناها قالك ما عادش نستعملو فيه تنحى، استعمل السي اس اس في بلاصتو. قال لي استعمل السي اس اس في بلاصت ليليمون سنتر. السي اس اس هذي حاجه جديده باش تشوفوها تو، ماهيش اسهل واصعب، كومبليمونتير. تقول لي اسهل من الاتش تي ام ال؟ سيفو بلي كلهم ساهلين، الاتش تي ام ال ساهله والسي اس اس ساهله وجافا سكريبت ساهل، كلهم ساهلين، جوست تركز فيهم هكا. باش نعوضوا السنتر بحاجه اخرى لونجاج جديد، اخذوا لي شنو باش نعمل تو. تو دابور باش نحي السنتر كومبليتمون، باش نكبر البوليس شويه كيا نجم الرا. الباليز، الباليز اش ان فيها بارتي من الاول وبارتي من الاخر، فيها الديبو والفان. البارتي الاولانيه وين وصلنا؟ نحينا سنتر وقلنا عندنا ديبو وفان في الباليس اش ان. وين باش نحط سي اس اس؟ عندي 3 ميثود، باش نمشي لكم بالميثود الاولانيه، باش نمشي للبارتي الاولانيه نتاع الاش ان ونعمل اسباس. وين في الديبو لهنا؟ وباش نكتب كتيمه لهنا. شنو اللي باش نكتب؟ باش نكتب بروبريتي، باش نكتب ستيل. كي نعمل ايجال يحط لي دوبل كوت ايرور خاطر ستيل فارغه، راني كي باش نعبيها باش ينحي لي ليرور هذيك. اللي باش نكتبه في الوسط ستيل غادي هذاك يتسمى سي اس اس، كود واحد اخر. الكود سي اس اس اللي باش يحط لي دوزيام انفو سونتري اسمه تيكست. وقت اللي انا نكتب او كيعطيني دي بروبوزيسيون نحط تيري لاين تيكست لاين، كي نحط دو بوان يعطيني لي بروبوزيسيون تاع تيكست لاين. سنتر في الوسط، ليفت على اليسار، رايت على اليمين، وفما دوتخ اوبسيون. باش نحطها سنتر، نحي لي زيسباس زايدين. ركزوا الديبي ولات طويله، راه اش ان ولات فيها ما عادش تتسكر ديريكت، زدتها كود واحد اخر. الستيل هذايا تابع على اتش تي ام ال، بروبريتي اتش تي ام ال، ولكن اللي في الدوبل كود الداخل يتسمى سي اس اس. باش نقراو بليزيوغ كود سي اس اس مثلا كان نحب نشوفو ريزولتاتو. دابور أول حاجة باش نحيها هذايا ونشوف الريزولتا، نكتواليزي على اليسار كي نحطها، نكتواليزي في الوسط نشوف الكود نتاعها اسكو فاليد وإلا لا، نعمل تشيك. قالي ما عندك حتى غلطة، مش كيما قبيلة سنتر ما قبلهاش. باش نوريكم كيفاش بخلاف السنتر باش نحط نبدل الكولور نتاعو، نعمل بوان فيركول ونحط توا سي اس اس واحد اخر. مثلا نحط كولور، كولور هذيا باش تحكم لي في الكولور نتاع التكست نتاعي. كان نحبها بالاحمر مثلا نكتب ريد. اوكي نعمل كنترول اس، نعمل اكتواليزي وليت بالاحمر. كل حاجه بلون فما طريق، تو نقراوها تو، جوست ركزوا لي مع هذيا. نحيت هذيك جوست ان تيتر انديكاتيف وريتكم للنجم، ونحطو بليزيوغ بروبريتي سي اس اس. النظام نتاع سي اس مش تو باش نتعدى، مش تو باش نقراو. فما طريقه نتاع ستيل لهنا، فما طريقه اخرى نحطوها من فوق ولا من لوطا باليز ستيل ونحطوا فيها بالكلاس والاي دي. عطونا نقراوها ان شاء الله.